أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لا قرح بدل إيك وحرين جنال كيك من إس جنال ميل بأدون كجوكتان إنا إيوارا عاف ما تقطان أرجينا فضلا دا جنال كيك وعصبتا وحقا عبسانا سبسكراب إيسارتو حدا هوري اللي جوب جرتين مقالق لأكتا إيسارتو هاي إلا من هكا بلالك فرسي فيديو البأسو قلي أقوك صدعو أما بأو نقطة داوة هاو غوري آدي هذا ما تسنتين عيد الله يحي سدونا كسنا مر بإلا صعوتان كومنتي بيان كروح بضلة دعوين كبير كنت سوجر جساكم الله خير من لا يشكر الناس لا يشكر الله ومرك الإي مقارقة لو عصب إي مرك الإي قصة كرين تو عصب إن قصة ديني إنت أنا أقول لك المرك وأقول صلى النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجي وجدي ساكس وبرسين يا هرداك سوكا عصبح هر 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 وصلاة صبح مركا دكتي فيديو كان صوتو غام فانتين صابتو وقت كلين تقصدوا واي ملعبين كانوا بوق مضح وحقرة سيو وين أنا أصيح ذا مالك العلمية سوجي ذا مفانتين لبدا مع الاسكول ماله اسبوع ذا هوريس كجوجين هالوين كي وحيا باسترتو ماركو حاجة على هاي عد كي قابنا تسينا وقاتن مقاركنا الله يقبضنا هاي سارتان أسحبتنا إلى شركة ريسنا بليس هدي أقصوين كاستغفار تأجعشين قيبت كومنتي يقولوا وذا قبر عبايا ويقعد قصتا جرتا قصوينك استغفارتا سيدو كلا انتنا قصة دان وحايسو قد بسي قبر جنل كيو كحرم آتي آذين قصة دان مهم وتاويل كان وحوالبو إلهي يعني وقفق عن ايو ونار تمركاس وقوسي اوينيس ايو ويل كان سمي صوبتكو كلفتين وسمي اي صوبتكو كلفتين وددي حميد وكسو جيستو اي وحا سببي انو اقصو جيستا ربا انا اذا لا شير كريو بليس مركو حايدك عدسانا انا مقالك لايك فربطانا اي سارتان ميل ديرنا اي جارسيسان على اتحال ميل كان هرطا وحو اويل شنئي تمنجر وحي كسو بلاو تقصيدي سماركي ووضن كيني سومالي جوب وحو عشان يتونجر أبي سحو أحانين أت أذك وعنان بدن وكل كل أيو أحا انتا سكلية ما إهين وحو أحانين ناغ بدن ناكتان قرسنا يفراي قرسنا يفراي سيدو كالات ويل كان هو يدي سكليهيس أيو ويلو أحا انتا كالك داي أحاين وين كووين أيان غير أيان كالالا أحاين إلا أي وحير موغي مركاس وقبنا أحا وحبرنا أي أدي سكولاتي وحي عبدقنا أي ويلك مرك واحد عادي قديم إيه أبوك أتذكر يا حي ودي لاي صوبته هو يدي سد أبي سؤال أخمايو ويلك أنا أتي أذو وحنا قجر يعني كم هي لجنة سد حيوان كي يأكله قف بين آدم أو مركز وقبو أما إلمي سويد أو ذو احترام يعني كم هي لجنة ويلك هو ويلير ولا ليرا وهذا صوب حي وهذا شن أنت بتجروا وإلما يرواي إنه أسك أكتين إلما يرير كمرك إيهين هرمونات كجركو سؤال عايو يعني نوع كلين تواي ملمت عن مركي اي يريريهين مركي واحد عادي ويلكي ان عيل درتي صورت او وحامل واي ابي سيد او هو يسو على نقناي لعق والبقوة سو قلي سنة ناغ ايو كبحيا اما ناك حاران ها هاتو اما ناك حلال ها هاتو وحيدون تا هاتو ايه سيدة كالنتنا الما وحا اوغاتا تربية اديق اقصو تربية سايا نقناي ويلكا انو يدي صور تربية في عن اقصو تربية سوي في عن او ناكسن افكيدي ادن كيدا بلغنا متقلي حيد سلانتا ويلكي وسوبحي ماكي واركي حالة بيس إسيد أولا أقماي صومالي ودن ويلكي واكسو هذا قال يروحو أركي أديك أو أسو داري بيسو إن ودما دا يربطا أسو داري بيس قال يردي أيو كسو نبترسد ويلكي وسوبحي ويلكي ما مدي مركا نور مال نيرادي سو حيس داد محاقو دا بيس أموك حناقي ومال ما أسحاب تي سيس قال سو جو قادنا كتب أساس كسو الله بنتورا لكي سو حي كوريشي أساق أو قبل هذا صومالي قال سو هاد لونا هويو أنا وحاربا إنا سي سعودو مانا سو لابنا عيل كاسو أبيهي وقوهاي إنو لشاس حون إعادك وحودا إنا أكاسارو أي عربا محمد ويسكو ويسو حتر هوي أنا وحمها ميشا سو عرق تايدات قوان وقبصة دا حبسيا لسكا كشتا إي سو اللابو ويلك لاكي سو مكديد وحودا هوي وحاربا وحا إيو تاريكارتي أكترونا إنا سي بحاربا odagii laadash markaas waxay tiri wiilkii waa baxay meel oo kasoo noqday ma joogay bal wiilkii hore aan u sii wadno in aan ku taageerno dhaqaalo oday wuxuu dhahay maanu ii baxay maanu waxii qabarabay qofka yacni uu ciil dhunsan yahay waaba aniga qofka uu leeyahay waxaan rabaa inaan nolosha aan ku jirtid in aan ka bixiyo waa adiga ee adiga meel geeso maamada way baxday abtiyaashii habareeryaashii dadkeedii ayay dhexgashay xogaa yaroo lacagaa loo soo aruuriyay wiilkii lacagtii wuxuu kusoo gaaray ليبيا مصيبة مركي انتي كده عادي ليبيا ويلكي مركو إما عادي مقفى حرتي مقفى مركي وحرتي ويلكي تدكي هيستي أو مقفى أها أيا وحي صوبعين ويدي سيلا قف والبو مركي إيه سادتك مقفى أشا أو حي صوبع أيا والد كودي يددك مركز قرابها أها وقصو تغي يلعقا وصو حويلي جري
waxa la wiilka waa in aan lacagta lagu haysto inaan ka soo bixiso hadii aan lacagta bixi weyso waxa ogaataa in wiilkaaga meesha uu ku dhimanayo amaba la dilaayo maamu iska ogtay inuu iska calool jilcan tahay odag iyo lugta qabsatay waxay dhahday wiilkaygu waa laga haystaa waa halka keliya oo aan ifka ka haysto waa uu ku baryayay tir marka odaga dhuluu lahaa ee dhulka kad ee wiilka iigu dayay tir lacagaha laga raba oga bixi lacagahan dhowr kun ay ahaayeen wuxuu dhahay dhulkaygaa ninkaas uma gadaayo maamadu way baryootantay waxay tiri xitaa diin ahaan hoosiyay tiri ballan waayay tiri markii uu meeshuu raba gaaro in lacagtaas uu ku siinaayo dhahday markii ay sidaas u dhahday ee odaygu u tuugeyso oo maalin walba wiilkii la garaacay lasoo wacay oo laleeyahay lacagta ma soo dirtay oo markii dambe oday wuxuu dhahay waa yahay sidii oo dhulkii horta uu ku biceliyay adiga xoogaa kadib dhulkii buu katmay marka maamadu waxay sugeysay in lacagihii wiilkii loo xawilo oo xawaalad loo dhigo oo dad loogu hagaajiyo oo dadkii libiyaankana sida ay ku qaataan wiilkeediina sida loogu daayo laakiinse oday arrinta uu sameeyey waxay sabab u noqotay horta maamada in nolosheedii dhanba horta ay meeshaas ay ku dhamaato odaygii lacagtii markii ay gacantiisa usoo gashay gabar yar uu ku guursaday lacagtii uu gurigii iyo dhulkii maxay ahayd uu gadaayay uu ka bixiyey gabar yar uu ku guursaday maamadii markii arrintii ay ogaatay yacnii shoog iyo naxdin darteeda waxaa dhacday horta inay istaag ka dhacday islamarka isbitaalaa loola orday waxaana lahayd maamada madaxa dhiig uga furmay waxaa lahayd 24 saac gudahood maamadii adeeg way ku dhimatay oo waab lagu badbaadin waayey waqtigeediina meesha ku galay yacni waa qisa runtii aad iyo aad u xanuun badan waaye kuwii wiilka haystay ee magafaa ahaa mar kaleetay soo waceen gurigii oo waxay dhaheen lacagihii weli ma soo dirinayaa wiilkii oo la garaacay oo la tumaayo oo waxaa ku dhahay adiga inta aan la siinayn oo baahi lagu dilay oo meesha ku rafaadsan gabdhihii mid ka mid ayaa waxay dhaheen lacag waxaaye malaho wiilkaas ama dila ama dee idinka idin taalaa sidoo kaleetana waxay dhahday hooyadaa waa ay dhimatay sababtaasi aan u dhimatay wiilkii cuqdad iyo xumaan iyo xiqdi uu aabbiis u qaado horto hooyadii sababta ay ku dhimatay wiilkii sidii meesha laiskaga haysta calaa itixaal wuu ku xanuunsaday wuu qunfacaa dhiiguu mantagaa yacni meesha aad iyo aad ugu xanuunsaday kuwii liibiyaankia waxay dhaheen ninkaa xanuunkan iyo balaayadaa haysato iyo yacni dadkan kale idinkaga sii daardaaranin oo dadkan yacni sidii eriyo kale aa ka ganacsanaysaan iyo idinka dhimanan ama idinka xanuunsanna iska ninkaa iska bixiya ninkii isaga ahaa waa la soo waday waxaa la keenay meel markaas banaanka magaalada ah meeshiiyaa lagu tuuray waxaa dhacday marka in dad soomaaliya uu kula kulmo meeshii isaga uu tuuran waa la qaaday dhakhtaraa la geeyey waa lasoo daaweeyey markii la daaweeyey kadibna soomaalia iska ogtihiin mararka qaar maasha allah soomaalida way isjeceshaa mararka qaar oo adiga aa dhibantoo kalo way isjecelyihiin way is aruursadaan mararka qalle adiga qabyaalada iyo waxaasi lagu yaqaanaa wiilkii calaa itixaal waa loo kacay dad badanoo soomaaliya u kaceen xaaladiisa u sheegay wiil ciilan inuu yahay hooyadiisa ee dhimatay intii oo dhan uu u sheegay kadibna wiilkii doon soo bixiysa ayaa si lacag la-aana horta loogu soo daray wuxuuna soo galay wadanka talyaani uu soo galay xilligaasna da-diisa hore kugu sheegay adiga 15 sano 15 sano xitaa xilligaas ma gelin oo dhahay markii aad talyaaniga soo galay ila 15 sano xitaa ay buxsanaysa yacni waa ilmo aad iyo aad u yar waaye bambiino isku dhigo marka wuxuu ku jiray xeryaha ilmaha yaryarka ama ilmaha markaas 18 aan gaarin ee ku jiraan meeshuu ku jiray marka wiilkii xeraday uu ka baxsaday koox soomaali oo dhalinyaro ee meesha joogiyeenaa laswada raacay waa la goostay waxaa la aaday wadanka sweden sweden markii uu sidaas u tagay sidoo kale hadana ilmo yaroo iska ahaa bambiino isku dhiibay meeshii uu joogay iskuulaa la geeyey waxbarashoo bilaabay maasha allah asxaab yacni markaas cadaan iyo carab iyo yacni noocyo fara badan oo yacni oo dowlada isku jiro ayuu asxaab la noqday wiik hor sida ayuu kusoo qaangaaray wuxuuna kusoo qaangaaray laakiinse nolol aad iyo aad u xun macnaheeda maa nolol aad iyo aad u xun oo rafaadi ma aha laakiinse nolol akhlaaqiyan oo diinta ka fog ayuu wiilkii kusoo barbaaray horta familkiisii iyo dadkiisii waxaa ugu dambeysay markii uu soomaaliya kasoo baxay mar hadday hooyadiisa dhimatay dib dambe uma xiriirin qof bini aadana uu dib dambe u xiriiriyay haba yaraatee ma jirto awalba gabdhaha gabdho waaweynay ahaayeen qaarna reero lahaa maba xiriirinna ahayd soomaaliya inay dadka jiraan in kalaba adiga shakiya kaa galaayo wiilkii marka muxuu noqda waa asxaabo yeeshay wuxuu noqday wiil aan tukanaynin aan soomaynin oo waxaa ku dhahay yacni saki iyo xaji waxaasay dowarkooda iska badaaba horta kaas maba jirtaba laakiinse waajibka inti markaas ugu muumuuqatay ee soonki iyo salaadi iyo waxyaabihii oo dhan wiilki waa u kaaray wiilkii markaa wuxuu saaxiib la noqday shaydaan iyo asxaab xunxun ah
إن ويلكي ومحيه تو قمرية عباية بيرت عباية استاق وك عباية كل هاي إن وحول بقو حرارة وصمينا يو إن زين هذا إيه قطان كل هنا نمبر ون قبلها نوع بنوع وسكوت دلايو ودم ودم سكوت دلايو حتى إسويش حال هاد حتى عرب حال هاد هذا ضد بدنا وحي استها يعني هذا أما بيكو سعودي تور كومنت كده ولا العرب توا مسلم عرب توا مسلم واي مسلم نما أهان إن أفك مسلم كده سواء ما بدنا مسلم هاد شفت على كيسة وددي مسلم ما أكو تغنينا تي يعني رون توا هاد لواي مركو وحو ده هاي وحو البوا سمي جرير كبر والبالة تمجر كلا بدا آذ جرون هاي تسكو تيدا آذ جرون هاي ماشا بيكي وردن كنيني اللعبة والاسكا كسو سقراما وحو ده مركا نولشي دي وحي اي سيدي وها تو انا كده انا او نقضو ده قف يعني نولشا كدع او كلانتو يعني قف بين آدن كا مركي إلهي بو كفو غادو ووحو البو إلهي كحاران تمين وحلاشا وحو البو إلهي وحلالين وحاران تميستو قف كاسي عنا علاد الله أيام كون عيسى ويلك وحو ده هاي أنا كده نوحا نقضو يرسك كلانتا أيام نقضو ده هاي لكن سأنا وحا سوحو ده هاي يالك دي دو يرم ما بك ورهاي بو إنا وددا سو سعودية إنا نولشا سو الحجرية إن تبو ما ورهاي ولا تيدا إيعاد أنا وحد عدا يولي مرك ويلكي حليل وجود بيس مركان نوري لا تنسنا سوكارو لأنه يعني لشاس وكجر ويا نوري لا تنسنا سوكارو كدب حاركو لي هاي هبين والبهوي دي ويقو إيمان سونا ريو هوي دي ريادة مركة يقو إيمان سو حالي وتساقو لي هاي أيضا وينيسو وهدنا ميل دب ما عرفتي او دبان يعني كشيبين هاي اي فرت يقو في قيسو هوي وي وينيساو هاي دب كاسي فرت يقو في قيسو وي وينيسا هل هبين مع الله ما سدح ما هبين إلى يكين وير أيضا أصيد إجرتو على يحي يعني سدي وحيين محاجر ومحاقل دنا إصلاحي وهاي أو حد عدو لي هير يعني سبحان الله إله سبحانه وتعالى هرتو إن هير كسنا مجارسيو وحد عدو لي يحي ويل الوحاجر تي قهر كميت أحمر كاس وأصحاب أحيان أو دما كانت كسو جيدة لكيس مسلمين أيام وذا سعون ورحي وحالة قارو ورحي صلاة قبض إيمان لك جمعها لقاري كدب نوحا نقوله هو رحي أنيقا مساجد قوده ما أقلاي إبناه كايد كسوغان يعني قف كان مجنابه قضاء محا صوت يعني دي ديسو إن أودو كذا يعني دم بيقاقا هدي أولئك إحيطا يعني بد مقيد هدي أولئك يعني طوبضو يكفران تاي قلبي كيسم كسو نعوس إنو إلى طوب كانوا وإلى جد كيس كسو هنونه ووحن حما تدا إسكت دا قلبي كيس مكسو دعيسو على هاي تحويل كي بناكو كسو جاي كي كلامر كاس إيو دلني رد كلامتنا مساجد كأي كنا عصي إيو كلامتنا بناكي كسو جاي صلاة مركة إيسو لما يستين كدي أو حد على مركة إن حوجا إيه ماشي إيه كان عدو خطبة خطبة مركة وشيخ وجيدين عينا وحي إيه دورها إني على دلني رد إيه سمن كان جرو حال ذا إيه كسوغيين إن دين سفي عن إيسان وهي سنن قاب دقن كوذي يوحيا بس وكشي كيناي مركز ساوحو ليا حتى وهي سطو فسقي أما الزينو أما يعني وحول بو إلهي كحاران تني وأدي أكهر الأضحي وأجعش لاكس إنها إسكريبتو حتى أدعذان أخر سطو إن وحاس إيه كهرايان وإلهي نكام دوميناي ويلك هذا الكاس بتيس ويقول عن لاكس وحاول كما سوق هذا أسحاب تيسيا صبحين كدمو إسكبحي على ميلو ذي إسكأذين أقلين توذي إيو مالك يوردنين ميلها بير يقمري الدنيا لكسو أعبو ورحا قدا وحودا هاي نولوشا آتي آذو قدا وحودا هاي أني كدا نوحا نقضو يرقوف يعني حانوصل والله كي ساتان إسكسو عدا إيا نقضي هو إيدي وحودا هاي ريدي ميغا كالجو جنس هبين إلهي كيان وحودا هاي ريدي إيو إمادا أيو دب قصص إي إشاريسو وينيسو كدب وحاس له يرني هو أدي محاق وقعه هو إذا مر بسان ريوك وقع ما تاي لقيها بإن إيه فرين قوته هو إذا بس مركز سو حاس له يري نلاشان قدر كصوب حوس له إله سبحانه وتعالى إن حريستي صلى الله مقور صد إله غفور رحيم وإله كعما قتاج وإنا كبر نلاشان إيه وحيابا رحمن كالله كل جرتين وإله كام ذوي ويكو حول هرتا تلاوض وغوري أسميو لحي كوري هرتا سكبدلو لحي كوري مركز آد كنا واسكبدلي كوري كلانتا إجارتي على بهي وحيالي دركي وحول با استعمالي وكوري قاسيالو لحي موابحيو لحوا الدادي قارنو حاقيو يرميلها وارتين على بها لقي ميلا ساسكك لقيو لحي حد ينالو لسوق أسميستو لحي على بعسك كوري وحو ده هاي هم كتاب لغا موين هاي صلي وحو يري آد دكتور ده غور ما يقدم بسو ده كان يا مكان
يعني وقتي وقتي هورا 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 يقول دم بيسودا إن مدح يجا أقول كده إلى السجود ولا صلي عن سوقته محور ده كتاب يريري سو حديث سوقته كتاب قرآن سوق قاتو ده سمع نقول لك أكل صدق ده هاي مركان محور ده هاي إن تسبيح دي دي إيو وحول محور ده هاي ولا إيه ماذا كذب وحق وصول عضو ده نيك مالك إيه قد بدينا إذا هاي دم هو البقاء كجرت إيه حماطة والبقاء فواحش والبقاء نحجرت هذه أدعان أسمى هذا أول اعتماده إنه إلهي وحاس كان أحب حين أقول كاسو لنايب سراد المستقيم كيس أقصه هنون لنايب وحده وحاسمة جوجل كينا كليه الراديو والراديو أقول تبين هرت عد واحلي كده إنه حار كوير قاب كمر كاس الله سمعنا إلى حتى حتى هذه استغفار سمين يسد أما صلى النبي أما صلاة إبراهيم هذا سمين يسد وحاجرتها وضل يعني إلهي نبوك أقبل إلى مر بوك أقبل على كيسة وضو حاجرتها مركز أدق وحي أكو بريزد أما وحي إله أو عد سنة سبوك أقبل على وإلا وصو مرايا ويلك مرك وحود هاي إن هبين والبوك وحاها يرقف سجود كؤوينايو صلاة كؤوينايو قيام الليل كتوكنايو تصبيح لأفكيس أنك بحين صلي النبي لأفكيس كبحين نولا استغفارت أفكي لما بك بحجر نولا سي إلهي دم بيغان أنقلي وإيقا عثيب وهو إذن ريضان إيقو إيمانيسو يعني إيقا بدلنتو وهي مركز إيقو إيمانيسو يعني معنى هذي أو فهمو ويكو حول هاي دعا دوا إذن شيئا كذالا إذن شيئا دعا دوا حول هوا سوي سقاتي مركو رسوي سقاتي نيسا وحان نيسا نيسا وحول بقو حمان أو أذيق أكو جرتي إن إله هرتو أكا عفنايو إن إله هرتو أكا مدوينايو وحول بإله أكبريسين إن أكو وفجنا إن يسنسا نيت يعني يقين وإنها لإما دامرك أدعو ذا أقل سنسد ويلكي مد أيو سمي مد أيو ودد عدي استغفارت سلي النبي إن تبو ودي بس وحاد عدي ريدي هو يليسي أكو إما جرتي مرو البيب وينيسي إماش دبكا أتلماميسي إنه كهرتاي تاسرتوي هرتاي وحودا مركي أصيلاس وبلاوي أصيلاس بسوع اليولا حريرك إلهي هو إذا هرت ريدا دي وواي هاي مركا سامحا ده هو إذا محاكو إسي مركي أمو تساس وذو وحا إي بلاو طول هاي هو إذا إني ريه إبو إيماني سبحان الله ريه سبا إبو إيماني ساوي وحي إبو إيماني ساوي ده أيضا أقص ليسو ودول عدينيسو وكده من إيت الماميسو ده مالي يعني نور كصوبحاي نور كاس إيت الماميسو مركي أني أفيريو ده هاي وحي مركز إلى إكاتي إن شلتو يعني وضع نار أنك إيجينيسو أكو تاكنايو ده هو إذا نار تاسا يعني أكليسا حديثان أكو سيسعطو وإنت إذا يعني مركز وحي عدينيسو ده هاي يعني إنه كحمتا وضع مركز أنك أكو سوغانا يمانتا دي أي جوغي لهد ويقع عنانا لهد مجرطو هوي عنو كيدو كفير سنيسو إن وضحن أوقاضو يعني أو إلهينا يعني أكو عاسيب جعلانيسا مجرطو مركز ويكو فرح ديا أمالينا أود هاي markii hooyada ay dhul cadeeyneyso oo meeshaas nuurka iyo nalka ka soo baxayeen ee gacanta iyagu fiiqayso markuu wuxuu dhahay waxaan noqday nin garka deystay oo wuxuu dhahay salaadiisa aan ka tagin salaad saad ugu darsameeyeen ee u dheerto oo dhahay salaad sunooyinka ee afkiis istighfaarta ilaa iyo hadda waqtiga la joogo dhowr iyo soddon jir waaye qofka 40 sano hadda kadib u socdaa wuxuu dhahay reer ayaashay reerkeygeen wuxuu dhahay yani Soomaaliya ku soo guursaday meeshaas carruurteeda ku dhalay waxa ku gaan ku gaaruna inaana wax ilma aniga aan dhalay aanan Yurub keenan oo dhahay wax ilma aniga aan dhalay aanan Yurub keenan qof waxa uu yir sharciga weynka haysto citizenka Soomaaliya iska jooga Yurub meeshaas aan ku heystaa oo dhahay ilmeygi mar alaal markii aan ka araban wuxuu dhahay waa soo baxa wadankaas noo imaadaa oo dhahay mashruuca sameystay ganacsi sameystay ilaahin waa ii nuuriyo dha marka walaalay quruxda badan leh wiilkaas walaalka ee qisadiisa ay ahayd maanta waxaa idin la sheer gareynayaa ducadana ee sidoo kale into video waa aragtay background-kiisa insha Allah soo saara ee sida loo akhrinayaa insha Allah xoogaa yar inta idin kula wadaaga isu wax yar faatin ducada yar raadina ducada waxaa dhahaysa اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذن ربك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم دعا ذي عن ساسوائب وحان رجينا إنا نوحق قلدين
marka walaalkayga ama walaashayda hadii yani ay kugu dhiban yihiin wax caado xun oo aad leedahay dhalinyara la wada yahay ee dhalinyarada qaasata waliba hadda soo baxay ee 20 jirada ah waxyaabo fara badan oo waxaa jirta yani oo ilaahay yani caragelinayo in ay sameeyaan hadda xaalad qaar ah waxaa jirta ayaga oo ama ciyaarayo ama nikinaa in meelaha social media iska soo daayaan jecel in ay iska reebaan ama markay arkaan qof wacdinaya oo dhahayo waxaan waxaaraan iska reeba laakiin sadan aan awooday inay iska reebaan hadii aad ducadaan aad akhrisato oo weliba qalbi markaas yacni yaqiin oo aaminsan tahay in yacni waxaas ay kaa baaba'ayaan ducadaadana la aqbalaayo xaqiiqan waay taas in badan ilaa uu ku waafajinaayo marka walaalaha quruxda badan waxaa idinku codsanaa muuqaalka ii sheer bareysa laaka ay saartaan haddaad cusubtaan subscribe ii saar هذا هو نول جو جرت آدم ما تصدق إذن لا يا إنت مقاطع مثل ما تقول السلام عليكم ورحمة